شكون هادو السيدة ليلى؟ بنتي. نعم. وهذه صديقتها يعني كختها. ما شاء الله. تفضلي. عليكم. مرحبا. بكيتي الميكروفون فقط. مفاجأة هذه، واش حكيتها؟ مع العلم انك انت اللي راسلتي البرنامج باش امك تجوز معانا، يعني حنا ما نعرفوهمش، يعني باش تشوفوا بلي برنامجنا مفتوح لكامل الناس. راسلتينا باش دير المفاجأة هذه لامك وتثمن مجهوداتها، فتفضلي. انا جيت باش نفرحها. يا عيسى. ميكروفون فقط. تفضلي. باش نفرحها و اها. واش حبيتي تقول اليوم لماماك بمناسبة عيد ميلادها؟ عيد ميلاد سعيد وربي يخليك لينا وتكون دايما معانا. ان شاء الله يا رب، ربي يخليها لك. سيدتي ما كنتيش تهضري فيها. كل عام وانت بخير ان شاء الله.